الحب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني، الحب يقربنا ساعات وحب بيتقال في أغاني، الحب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني، الحب يقربنا ساعات وحب بيتقال في أغاني، سياسة من بعيد بالريموت كنترول. وانتوا بتتصرفوا من دماغكم؟ انا بيبيعني ببيعه على طول يا ملك هاني. انت انسان انا قاتل نديم باشا؟ مش احسن ما هو يقتلك؟ واحنا ما ساعدناش البلد مين اللي هيساعدنا؟ انت بتختبرني؟ انا بعمل مدينة الاطفال الشوارع عشان اساعد البلد. والله حاسس انك مهتم بالحالة دي قوي. رميتها تهمني. ده الحنتيت والفسوخ بيجلبوا مش بيطردوا. احنا عمنا ما لناش لا في السفلي ولا في الخبيث. ما تقفل النور ولا انت بتخاف من الضلمه؟ خلينا نخبط على كل المباني يمكن في حاجه جديده. يا ريت اختار بمزاج اللي قاعده على الكرسي واسوق انا من مكان. عايز اخش التاريخ. التاريخ؟ لا من جديد هيقتلك وهيقتلك. مين باشا ما بيحبش الدم؟ ابعد. وانت بتحطي من الروش بتاع مامي؟ انت مش في مكاني وعمرك ما هتمر باللي انا مريت بيه. دماغي انت برضو مش سهل. انت عارف ان انا بخاف اقول الكلام ده لحد. ليه؟ بخاف من الحسد؟ لا هيقولوا عليا مجنون. طب انت اهو بتقوله قدام. انا ممكن اقول عليك مجنون.
لو كنت شكيت لحظة انك هتقول عليا كده ما كنتش قلتلك. ايه عم الصفة دي؟ جايبها منين؟ اللي عرفته عنك. عني؟ ايه اللي انت عرفته عني؟ من مين؟ منك انت. انا سألتك انت عن نفسك وانت اللي جاوبتي. امتى وازاي؟ امتى وازاي؟ اقولك، ما بعتلك ايميل رسمي قلتلك فيه لازم تعرضي كل الافكار على الناس بتوعي قبل ما تنفذي، وانت عملتي كده فعلا، ما استغلتيش المساحه اللي بيني وبينك. لما رفضتي كامبين ب10 مليون جنيه زياده عن الكامبين بتاعتي، لما قفلت السكه في وش واحد عرض عليكي ملايين لمجرد انه عايز يتغدى ويتعشى معاك. هو انت عرفت الكلام ده منين؟ هو انت بتختبرني؟ مش انت اللي بعت الناس دي عشان نديم؟ ليه؟ كان لازم اعمل كده. بتختبرني انا يا نديم؟ عايز اشيل كل الماسكات قدامك، لازم اعرف. طب انا ما عملتش زيك ليه؟ ليه سبت نفس الاحساس من غير اي ماسك؟ انت مش في مكاني، وعمرك ما هتمر باللي انا مريت بيه. عارف اللي عملته ده معناه ايه؟ معناه اني عايز اتكلم وعايزك تهدي وتسمعيني. تتكلم واسمعك بس متردد وخايف. قبل كده كنت متردد، دلوقتي عايز اقولك كل حاجه. انت بالذات ليه ما تسالنيش؟ لان ما عنديش الاجابه. انا بقى عندي الاجابه. حضرتك لسه خارج من ازمه بعد انفصالك عن المدام، ولقيت قدامك واحده تعاطفت معاها عشان مش صحيح الكلام. عشان ايه؟ عشان بنتها عيانة، وهو ده اللي حصل. لا مش هو ده اللي حصل. معلش أنا لازم أمشي. مالك لو سمحت اهدي وخليني أقول لك كل اللي أنا حاسه ناحيتك. لو ليا خاطر عندك بلاش. ليه؟ أنا عطلتك كتير، كفاية كده. مش أنا الدواء اللي هتنسى بيه اللي حصل لك. أنا مش عارف بقى إيه موضوع الأكل اللي أمي كل يوم تعملهولك ده. وروح يا طارق، هات يا طارق، ودي يا طارق، ما تسيبش مريم غير لما تاكل يا طارق. غالبا كده عمك مفهمها إن أختك ما بتأكلكيش. مش تاكلي؟ ليه؟ طب أقولك على حاجة، تيجي ننزل ناكل بره؟ مريم وأنا معطلك عن حاجة؟ لا ازاي بس؟ طب ما تيجي ننزل بدل ما اختك تيجي تطب علينا، وانت عارفه اختك مش عايزه اعمل لك مشاكل. خلاص براحتك. لو اني كنت عايز اكلمك في الموضوع اللي كل ما بشوفك بكلمك فيه، يعني مش عارف الموضوع ده لما يخلص الحقيقه هكلمك في ايه. يعني موضوع القضيه وابويا واختك، محاكم، عقود، مشاكل. بابا قال لي انه هيتنازل عن القضيه قلت لك انا تقريبا. عارفه مين كلمه صحيح وزمانه قاعد معايا دلوقتي؟ اسمه ايه اللي كان متجوز ملك؟ حازم. هو قاعد مع حازم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ايه يا عمنا في ايه؟ ما انت عاوزني اصدق كل الكلام اللي قلته ده على بنت اخويا انا؟ والله ده اللي انا شفته بعيني. شفت ايه يا عمنا؟ شفت ايه؟ اذا كنت يعني بتحلف ان انت شفته
يبقى لما اخذ نظارتك دي فيها مشكله. مشكله كبيره كمان، ولازم تغير العدسات بتاعتها عشان ما تعملكش مشاكل بعد كده. تشوف العدس خبيزه وتشوف، لا ده هتعمل لك مشاكل. لازم تغير العدسات عشان تقدر بعد كده تشوف صح. قال هو ده اللي انا شفته. شفت ايه بقى؟ مريم الغلبانه الاميره الطيبه، هتجيب رجاله عندها في البيت. يا ساتر يا ساتر على الافتراء، حرام عليك يا راجل، والله يا حرام. بطل افتراء على بنات الناس. يا الحساب يا الحساب. واضح ان انا غلطت ان انا كلمتك. هو من ناحيه غلطت كتير قوي كمان، غلطت وغلطت من زمان مش من دلوقتي. واول واهم غلطه غلطتها في حياتك انك نسيت ان مالك دي ليها عام. عام كنت تيجي تشتكي لي قبل ما تروح تطلقها. امال ايه؟ انا طلقتها في حياه ابوها. ايوه انا عارف يا سيدي، بس كنت برضه شريكني. زعلتك اشتكي لي. ابوها كلمك كلمتين ضايقوك، خبط عليا وفضفض معايا. انا بقى ساعتها كنت اقدر اجيب لك حقك. ما انا كان ليا كلمه على ابوها، انا اللي مربيه وربنا اللي مربيه. ده انا صارف عليه دم قلبي لغايه ما اتخرج وبقى دكتور قد الدنيا، فانا ليا كلمه عليه. كنت انا اقدر الم الموضوع كله والحق الحكايه قبل ما توصل للمأذون. انما انت ما عملتش كده. ما افتكرتنيش الا لما نويت وقررت ان تاخد منها بنتها، صح؟ فعشان كده جتني واشتكتني لما قررت تعمل قضيه ضم، واخد بالك؟ علشان في المحكمه تقول ان انا جيت له واشتكيت له وتثبت حاله. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي خالص. انت خيالك واسع قوي. انا اللي خيالي واسع؟ ما انت عارف ان انا بيني وبين ملك مصنع الحداد، وبيننا وبين بعض اواضي كتير قوي، فقلت اصطاد في المايه العكره. مش كده برضه يا دكتور؟ معلش معطلكش يا دكتور بقى، معطلكش. انا فعلا غلطت ان انا قابلتك. استنى يا عم، ايه ده انت هتجري؟ محدش خرج الراجل ده يا جدعان. ايه ده؟ هو مش انت برضه اللي كلمتني في التليفون؟ ايوه. وانت اللي حددت الميعاد؟ كنت غلطان. يبقى انت اللي تحاسب يا حلو. هلا ده هيخلع. ايه ده مفيش بقشيش؟ يا دكتور يا ساتر، انا مش عارف جوزته على ايه. ده راجل خنيق، راجل بخيل، والله بخيل. دي فين يا ملك؟ انا بدور عليكي من الصبح. ليه في ايه؟ انا قديني عليكي. لا والله. ملك ارجوكي بليز بطلي الاختفاءات المريبه بتاعتك دي. هاي نهى. هاي، انت اتاخرتي كده ليه؟ ايه في ايه يا جماعه؟ انتوا ليه محسسيني اني بشتغل عندكم؟ اوه يا ملك، ما اعرفش. نهى. ايوه. عايزاكي ضروري. حاضر. الايميل ده يتبعت لنديم فخري حالا. ايه ده؟ انت مجنونه يا ملك؟ انت عايزه تلغي الكامبين اللي احنا كلنا هنموت عليها؟ من غير كلام كتير ولاد، اللي انا قلت عليه يتعمل من سكات، ويا ريت في السكرتها. مش عايزه حد في الشركه يعرف دلوقتي. اوكي، شوفي شغلك.
يا عمان كلمتني كتير انت. نعم يا روح امك. هربت يعني شغل معاك رجاله ولا نسوان بترح؟ اخرس تقلب الدنيا عليها وتجيبها من تحت الارض. مفهوم يا نديم باشا. لا 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 اطمن يا باشا، تحت امرك. قبل ما يطلع النهار هتكون تحت ايدينا. سلام يا باشا. شطور يا دودو. الله، مالك متوتر كده ليه؟ اوعى تقولي انك خايف. بقى كداب لو قلت لك لا. خلاص ولا تزعل نفسك، شويه وكلمه وقول له انك لقيتني. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان حبيتني صح؟ قولي انك حبيتني وانك ما كنتش عارف ان في كده اصلا. هي مراتك شكلها ايه؟ ملهاش صور هنا؟ ملهاش. ليه؟ هو ده مش مكانك؟ لا، ده الخن بتاعي. بس ما تلاقيش، مفيش حد يعرف يوصل لك هنا. يا حياتي. طب بص بقى، اللي اوله شرط اخره نور. عايز تتجوزني بعد ما نخلص منه؟ بس تطلق مراتك الأول. ولا أقولك حرام، أنا مش خربت بيوت. لا تطلقها ولا تتجوز، خلينا كده أحسن. ولا أنت خايف أخضر بيك بعد ما ورثه وأقول يا فكيك؟ وأنت بعد ما تغضري بيا وتقولي لي يا فكيك هتروحي مني فين يعني؟ ها؟ على قولك، أنا تحت عينك وبين إيديك. وبعدين لو عملت كده اضربني، موتني، قطعني حتت. طب يا رشا، انا عايز اسالك سؤال. هو نديم باشا قال لحد ان هو طلقك؟ ولو قال هنجيب 100 واحد يشهدوا انه ما طلقنيش، وان انت جيت خدتني من بيته على المطار ووثق عليا كمان. وبعدين ما تنساش انه قال في محضر رسمي اني لسه مراته على ذمته، وان كل اللي كتب في الجرايد عن طلقنا كذب في كذب. ده غير بقى القسيمة والدفتر اللي هيتحرق. جمد انت بس قلبك واطمن. انت عارف يعني ايه يبقى معاك نص ثروته؟ ولا انت غاوي فقر وشحاتة وتوطي على جزمته تبوسها ويرمي لك شوية ملالين، مع انه هو اللي المفروض يبوس جزمتك. ده انت اللي بتحميه وبتشيل عنه المصايب. ساكت ليه؟ بصراحة خايف نتكشف. يا حبيبي انا مجهزه لك خطه ابليس نفسه هينبهر بيها. هات انت بس اللي قلت لك عليه ومالكش دعوه. واللي انت قلتي لي عليه اهو. حياتي كده بقى ما ناقصش غير الاكل عشان نحضر له العشاء الاخير. نحضر. ايوه يا استاذ. عايز اقابل الباشمهندس نديم. حضرتك في ميعاد؟ في ميعاد وهو مستني. طب اتفضل معايا. الاستاذ عنده ميعاد مع الباشمهندس نديم. طيب متشكرين. مساء الخير. البوب وعندي ميعاد مع الباشمهندس نديم. ما هو لو انت عندك ميعاد اكيد انا اللي هبقى عارفاه. لا، دي حاجه بيني وبينه. ده على اساس ان انتوا اصحاب يعني. مدام اميره، هو حضرتك مش واخده بالك مني ولا ايه؟ انا اللي ببقى مع العمده في الايفنتات بتاعتكم. مين العمده؟ عماد القط. تصدق بشبه عليك. معلش، اصل كلكم بتبقوا شبه بعض. حبيبك النبي توصليني بالبشمهندس نديم. طب مش لما اعرف الاول انت عاوزه في ايه؟ لا، ده سر وما ينفعش يتقال لحد غيره. خلاص احنا فيه، احنا نكلم عمده. لا، في عرضك ده موضوع يطير في رقابي. انت مش عايز عماد يعرف انك هنا؟ ابوس ايدك، انا ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده. هو انت قلت حاجه؟ ومش هقول اي حاجه غير قدام الباشا. اوكي،
الو نديم بيه، في واحد هنا بيسال على حضرتك. اسمك ايه؟ البوب. قولي له اهاب اللي شغال مع عماد في المخزن وهو هيعرف على طول. بيقول ان هو البوب اللي شغال مع عماد. ايه حضرتك مشغول؟ خلاص هعرف عاوز ايه وابلغك. مساء الخير. مساء النور. انت ازاي تعملي كده من غير ما تقولي لي؟ هي اللي طلبت مني كده يا رامي. ايوه بس انت ما بتخبيش عني حاجه. ما عشان انا ما بخبيش قلت لك. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما بعتي الميل ب10 ساعات؟ رامي بليز عشان خاطري اوعى تقول لها انك عرفت، شكلها بقى زباله قوي قدامها. تصدقي انك فعلا عيله زباله؟ حضر العربيه انا نازله على طول. مفيش رد على الايميل اللي بعتناه؟ نو. ايميل ايه؟ انت هتبطل فضولك امتى؟ طب تحبي ابعت لك الراجل بتاع الموضوع اياه؟ موضوع ايه؟ الراجل هيجي كده ونقعده معاكي وتسمعي هو عايز يقول ايه وبعدين تشتري منه ومخلصين احنا على الموضوع. انت اللي تخلص. ركز مالك؟ ركز يا حبيبي على مالك. قول الموضوع. تشتري منه ونخلص الموضوع. نخلص ايه يا هطل؟ ده فخ كان معمول لنا. فخ؟ فخ يعني ايه؟ فخ يعني نديم فخري هو اللي بعته. سلام. سلام. أنا مش فاهم حاجة. وحياتك ولا أنا. إحنا بقى كنا بنقول إيه؟ راح فين ده؟ مش الليس اللي تغدر بيه مرة حربية زيك. هاتي موبايل، هاتي موبايلك. اخلص، هاتي موبايلك التاني، هاتي موبايلك التاني بدل ما ضيع لك وشك. مش قايل لك قبل كده ازازه ميه النار بربع جنيه بس؟ اي دقه نقص بقى تاني هيبقى فيها بنتك يرحمها. بنتي فين يا ليسي؟ عارف لو قربت من بنتي يا ليسي ثبتوني وكان هيقتلوني. هات تليفونك. اتفضل. تريفي. دي نمرة مش متزيفة، أكيد نمرة غلط. ألو؟ أيوة رنا، أنت فين؟ أنا في البيت. أمال ما بترديش على طول ليه؟ أصلي كنت بلعب مع مريم كوتشينة. طب هو أنت ولا مريم تفتحوا الباب لحد؟ ماشي ماما. باي باي. اطلع على اسمه طبعا. اطلع البيت. كمان هاخد ورقك. لا واخد موبايلك. لا. مس مريم، I go to the flower shop and the guy said he will deliver the flowers tomorrow. اردني يا مريومة. قولي لي
مصلحتك ايه تبيع الراجل اللي انت شغال معاه من سنين وتيجي تقول لي الكلام ده؟ يا باشا من الاخر كده، انا ما بحبش الخيانه، وده واحد جنابك استأمنته وهو خانك. ما بحبش الخيانه. واللي انت بتعمله ايه دلوقتي؟ مش خيانه ولا انت طمعان في الوضع اللي هو فيه فقلت اسفين واركب مكانه؟ ما ترد. انا خدام جنابك يا باشا. خدامك يا باشا، بس انت ما عندكش خدمه تقدمها لي. الست اللي عندكوا دي ما تهمنيش خالص، هي لو تهمني اسيبها في المكان الحقير اللي هي فيه دي. خد الباب وراك. سعادتك وعدتني ان كل اللي قلته لك هيفضل سر بيني وبينك. انت سمعتني؟ ما بحبش اعيد الكلمه مرتين. مره ابوس رجليك يا باشا، ما تقولوش، لو عرف هيذبحني. انت يا حيوان في مكتبي وخايف من حد تاني. بره. تعالى. خدامك يا باشا. خدامك يا باشا. عارف مكانهم؟ لا يا باشا، هو خدها الصبح في عربيته وقال لي ان جنابك طلبت منه ينقلها في مكان تاني. عايز وقت قد ايه وتعرف مكانهم؟ بكره الصبح يكون عندك مكانهم يا باشا. بكره الصبح تجيب لي مكانه. لا يا باشا، انا بعمل ده محبه، مش عايز فلوس ولا حاجه لا سمح الله، ده حب في سعادتك. حب؟ ايوه يا باشا، انا اقدر الحب جدا. ايوه يا باشا، بس في رجاله ومصاريف وانا مش عايز حاجه لنفسي لا سمح الله. بكره الصبح يكون عندك عنوانهم يا باشا. سلام يا باشا. وحياتك ما هيطلع عليه صبح يا خوفي، لا الحقوه، تبقى وقعت يا قطه ومحدش سمع عليك، ويبقى لبسنا كلنا في حته سد. يلحقوا مين يهبل انت؟ ده هي ديتها شوكه واحده، هياكلها من هنا ويتكون من هنا. طب افرض انه ما اكلش او رمى الاكل ده في الزباله، وافرض ليه حاجه زي دي وهو قاعد لوحده؟ وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين أميرة، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه، خايف من ايه بقى؟ أنا مش خايف، أنا بس بحط افتراضات. افرض إن هو قبل ما ياكل كلم أميرة وسألها. يسأل مين؟ يا ابني دي حاجة معتادة، عملناها 100,000 مرة وأنا مسافرة. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا، مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه. طبعا، اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتلي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يا عياط، وازاي ده حصل وعايزه حق جوزي، والمطعم ده لازم يتقفل،
وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. هي بقى اصابه اتنين عمر. هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل السيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا. خليك ذكي واقطعه. أدريه هو المكنة اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنة دي؟ مكن متسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا.